بس نوضح نقطة إن حضرتك وحضرتك بتتكلم قلت إن هو كيان. هو دي كتر أحلام. إيه ده؟ دي كتر أحلام. هو مفيش كيان. يعني حضرتك برضو السؤال التالي، أنتوا بقالكوا قد إيه؟ إحنا بقالنا في إيه؟ إحنا كل واحد في شغل. لما التقينا بالسيد الرئيس زي ما أحمد قال، اتقال إنه الرئيس التقى بشباب الإعلاميين. تمام. وطلع المصطلح ده في الصحف وفي وسائل الإعلام إنه الرئيس قابل شباب الإعلاميين. تمام. بعد كده بقى المصطلح ده استغل من البعض لاحقا، رغم انه في بعض الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها مع السيد الرئيس وقالنا طيب نشتغل عليها مع بعض، فاحنا بدأنا نشتغل احنا مع بعض، مش بحكم ان احنا كيان، بس بحكم ان احنا خلاص التقينا بالرجل وقالنا على شوية حاجات، او احنا قلنا له على شوية حاجات ان نشتغل فيها مع بعض، فبدأنا نشتغل فيها مع بعض. انما بعد كده تولد لدينا شعور بانه البعض بقى بيستخدم المصطلح عشان عايز يعملوا جبهة. فتلاقي انه بعد ما اتشرفنا بوجودنا مع السيد الرئيس برضو في الفيوم لما كان بيفتتح مصنع هناك، فتلاقي انه الناس بدأت تتكلم على موضوع شباب الاعلاميين انه ده جيل وجيل، ودول بقى جايين يطيحوا بالجيل الموجود.